يقول نعلم أن بداية الطواف عند الحجر، فما صفة الإشارة على الحجر؟ هل أقول بسم الله والله أكبر أو الله أكبر فقط، وكذلك عند الختام من الطواف؟ ترفع يدك وتشير إليه، ترفع اليد اليمنى وتشير إليه وتقول الله أكبر، تقول الله أكبر، ما تقول بسم الله، تقول الله أكبر ويكفي، ثم تشرع في الدعاء في الشوط. نعم.